معانا ومع الساده المشاهدين برضو فريق الاعداد مشكورا، محضر بعض اليونيك نمبرز كده، الارقام الفريده بالنسبه لهذه البطوله برضو نشوفها مع حضراتكم. قبل كمان السؤال اللي جاي لإيهاب، لانه على المستوى التكتيكي شايف افضل، هل في تغيير؟ بعض المدربين بيلعبوا 3 3 4 3، في تغيير شويه في الاداء التكتيكي، كان من فترات طويله كان ال 4 2 3 1 هي المسيطره، لكن دلوقتي في تغيير في ادوات المدربين على مستوى طرق اللعب، برضه هناقشها مع إيهاب. لكن نشوف بعض الارقام الفريده في هذه البطوله لغايه دلوقتي. طبعا بتتكلم على توني كروز، توني كروز بتتكلم على يعني اكتر واحد عمل يعني تمريرات ناجحه في اليورو في دوري المجموعات، يعني من بعد بطوله 2016 الحقيقه. وزي ما بقول لك توني كروز بعد اعلان اعتزاله بعد نهايه هذه البطوله بيقدم موسم رائع مع الريال، وكمان بدايه قويه جدا مع المنتخب الالماني. ده رقم مهم جدا لتوني كروز، حاجه رائعه يا كابتن. 280 تمريره، ارقام 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 كبيره جدا، وكلها انت خلي بالك يعني انك بتلعب تحت هذا الضغط وفي هذا الليفل وبتعمل 100% في السن ده، في يعني بتتكلم كمان في السن دوت وبتطلع 100% نسبه باص، وخلي بالك هو ما بيباصيش لورا وبالجنب والحاجات لا اللي بنشوفها هنا ديت، لا الراجل بيعمل باص بشكل طولي بشكل تمريره بينيه، يعني تقريبا يا كابتن يعني افضل لاعب في العالم من وجهه نظري بيعمل تمريرات طوليه. التمريرات الطوليه بتشوفها وهو بيعملها كده حتى في ريال مدريد، لا بيودي المهاجم او بيودي لاعب الوسط يعني تمريره هو سحريه. من 2016 ما حدش حقق الرقم ده غيره تاني لما في هذه البطوله. وده يفصل لنا ليه انشيلوتي مستني بعد البطوله. قال له كلمني بس. لا زال في الصحف الاسبانيه بتتكلم على دي فعلا، يعني لا زال انشيلوتي عايش على امل ان مثلا الراجل ده يكسب البطوله، تتغير الفسيولوجيه بتاعته معنوياته ولا حاجه، يقرر يرجع يقول لا انا هرجع العب. فبيقول له لو فكرت ترجع في مكان ليك في قائمه ريال مدريد. هاي ده فعلا، قال له بس ارفع سماعه التليفون وقول لي انا جاي. قول لي خلاص انا هرجع عن الاعتزال. وخلي بالك يعني كان حتى اليوم يوم حفل وداعه كان الناس الحقيقه كانت يعني متاثره جدا وكانوا مستغربين. طبعا طبعا ارنولد طبعا بنو بلاير كريديت، ده اكتر واحد يعني عمل صنع فرص كثيره 3، ويعني عمل بريكنج باسز ان فاينل ثيرد، وعمل تمريرات مفتاحيه في الثلث الاخير، 5 تمريرات مفتاحيه للمنتخب الانجليزي امام الدنمارك. ومن اللعيبه برضو اللي شايف توظيفها مش على المستوى الجيد، توظيف ارنولد مع المنتخب الانجليزي. وده يرد، لا انا لسه ارد على حضرتك، مش مساله توظيف جيد، ده اللي حضرتك لسه بتقوله في طرق اللعب. بالظبط، ارنولد مش باك يمين في انجلترا. لا هو ما بيلعبش مع المنتخب باك يمين، بيلعب ما بقول لك بيلعب 6. ما بيلعبش باك يمين، هو بيلعب في نص الملعب. ايوه، وده سبب التمريرات اللي عملها والفرص اللي عملها. هو بيلعب مع ساوث جيت، موظفه في نصف الملعب، بيلعب دايما في نص الملعب معاهم، وعامل الحقيقه اداء كويس. وهي الطريقه اللي احنا شفناها دلوقتي اللي هي حضرتك كنت بتتكلم فيها في البطوله دي حاجه منتشره قوي يا كابتن، 3 4 3 3 4 3 رجع تاني. او بالظبط معظم فرق كتير في البطوله، منتخب مزبوط. انجلترا بيلعب بيها، منتخب سويسرا. المانيا، منتخب سويسرا، منتخب المانيا بيلعب بثلاثه برضه. مظبوط، ورامي كيميتش برضه رميه في نص الملعب، يعني هو كيميتش كمان بيلعب على اليمين، يعني بيلعب على اليمين بس قدام شويه، يعني عاملين 3 5 هم 3 4 3. مظبوط، يعني الطريقه دي ملحوظه شويه زي ما احنا. كمان شاكيري الحقيقه بيقول لك شاكيري هاز بيكام ذا اونلي اوروبان بلاير تو سكر اتش، يعني هو تو سكور، يعني شاكيري من اللعيبه الاوروبيين او اول اللعيبه الاوروبيين اللي بيسجل في اخر 6 بطولات عالميه على مستوى كاس العالم وعلى مستوى اليورو من 2014، يعني من 2014 في اي بطوله في اوروبا على مستوى بطوله اوروبا او كاس العالم سجل فيه، بيسجل فيها مرتين. شاكيري كمان من الاسماء الكبيره في المنتخب، الخبره الكبيره جدا كمان. صحيح، يعني ولعب في انديه ليفربول، لعب في انديه كبيره وكان ليه اسمه، فلاعيب مميز جدا. ومنتخب سويسرا الحقيقه بيقدم اداء راقي جدا، ده لعيب سويسري كادو دو. ده طبعا عمل 22 باص في البيلد اب مع المنتخب السويسري وقادو واحرز هدف جميل الحقيقه، و
من اللعيبه اللي الناس ما تعرفهاش قوي، لكن لعيب مميز مراد ياكين، من مدربين المدربين مميزين الجيدين جدا، جدا يعني. مدربين مراد ياكين مميزين جدا يا كابتن. يعني مدرب بيقدر يستغل العناصر اللي عنده بيوظفها بشكل ناجح جدا. احنا شفنا ازاي منتخب سويسرا اتلغى هدف ليه ويسجل هدف واحرج منتخب المانيا الحقيقه على طوال فترات المباراه. فمنتخب كويس جدا، ومن المنتخب اللي هي انت ممكن تقول ايه، لا ده ممكن يعافر وممكن يعدي دور ال 16 يبقى في دور انت الثمانيه. قبل الهوا بتقول لي يعني الحصان الاسود ما فيش قوي في البطوله دي، لكن انا بقول لك ممكن جدا سويسرا تعمل المفاجاه، يعني مش هتوصل وتاخد البطوله لكن ممكن هتضايق المنتخبات الكبيره. يعني سويسرا من المنتخبات، انا شفت المباراه امام منتخب المانيا ضايقوه يعني فعلا، وكان قادر انه يحرز الهدف الثاني ويحرج المنتخب الالماني. فانا شايف ان سويسرا ممكن تروح لبعيد في البطوله دي. سويسرا وقد يكون منتخب ابتعد عن الترشيحات، ولكن انا شايفه صورته كويسه. منتخب برضو بلجيكا. بلجيكا برغم ان انا شايف ان بلجيكا دايما يعني، ما بقول لك ابتعد عن الترشيحات لان هو كوكبه الاسماء الكبيره، يعني في كل المراكز في نجوم كبار جدا، ولكن هم ممكن الطموح بتاعهم البطوله دي لان في عناصر كتير جدا في الجيل ده. برضو هي الفرصه الاخيره برضو عايزه عمليه احلال وتجديد شويه خلاص، هي يعني. عناصر يعني الفرصه الاخيره دي لو ما خدوش حاجه في البطوله دي او ما عملوش حتى انجاز انك توصل لمركز جيد، خلاص هتبقى النهايه يعني على مستوى فان دايك مثلا، على مستوى انت بتتكلم على دي بروين كمان، دي بروين مش صغير خلاص يعني، لعيب يعني لو راح كاس عالم اللي بعديها هيبقى بطوله اوروبا كمان 4 سنين، مش هتبقى الامور. لوكاكو نفسه ملوش فرص تاني خلاص، لوكاكو مع لعيب كبير ولعيب بقاله فتره كبيره. ف معظم العناصر في المنتخب خلاص عناصر مش هيبقى ليها مكان، فهيقاتلوا في البطوله دي. ولكن لازلت اتوقع ان في زي ما بيقولوا اللي بيولد من رحم البطوله، ايوه في منتخب هيظهر. انت متوقع في يعني منتخب من مجموعه، ومن مجموعه العجائب، من مجموعه الثلاث مجموعه نقاط، العجائب. في منتخب في دول يا كابتن هيكمل. انا شايف على فكره المنتخب الروماني، رومانيا لسه اقول لك، منتخب رومانيا وعندهم مدرب يعني جريء على فكره، جريء جدا، يعني جريء جدا، جريء وبيلعب كره هجوميه بشكل لو جيد. تصريحاته جريئه بعد البطوله قال استنونا، قال لو عبرنا للدور الثاني، يعني هو حتى بعد ماتش بلجيكا رغم الخساره قال انا عندي 3 نقاط، برضو لازلت عندي 3 نقاط ولازلت في الصداره، فرق اهداف عنده، لو عبرت للدور الثاني قال استنوا رومانيا. يعني انا اتمنى على فكره رومانيا توصل للدور الثاني. هو الفريق اللي شفته في الماتشين اللي فاتوا بيقول ان احنا فعلا ممكن يكون حصان اسود. انا شايف ان سويسرا ورومانيا من المنتخبات من البي ليفل اللي ممكن جدا تسبب مشاكل للكبار، وممكن توصل لنقطه بعيده في امم اوروبا. يا بوب بنشكرك شكرا جزيلا، دايما بتنورنا وبتشرفنا. ربنا يخليك كابتن، وكنت سعيد بالتواجد معاك، وكل التحيه للنادي الاهلي وجماهيره، وان شاء الله يعني التوفيق في المباريات الجايه، وربنا يكرمها مشوار ان شاء صعب الله زي ما قلنا في بطوله الدوري، وان شاء الله يكون التوفيق حليف النادي الاهلي. شكرا جزيلا ايهاب، شكر واصل لحضراتكم. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده من المحترف، ان شاء الله الاسبوع اللي جاي يوم جديد وحلقه جديده من المحترف.